اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الحد ومعادنا ولقائنا مع الاكل الصحي. بنعمل الاكل اللي نفسنا فيه، اذا كان مشويات او طواجن كبسه، ايا كان احنا بنحبه من الاكلات، ولكن قاعده المغازي بتقول ان احنا المحتوى بتاع الاكله او الماتيريال بتاع الاكله هو اللي ممكن يكون فيه منه مشاكل، زبده، سمنه، زيت، نشويات وهكذا. النهارده هنعمل فراخ مشويه، هنعملها بزيت زيتون واعشاب، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا رز مصري غني بالكربوهيدرات، مفيش منه مشكله، احنا لو حطينا له قشطه وسمنه بلدي احنا كده اللي بنأذيه. معانا بسله ومعانا جزر، هنعمل رز بالبسله والجزر. وعلى فكره انا عاشق للسكريات اللي موجوده في البسله مع الجزر، الاثنين بيتحدوا يدونا طعم حلو قوي. والبسله غنيه جدا بالبوتاسيوم ومفيده جدا للسيدات الحوامل، والجزر طبعا اوميجا 3، وفيها سوري انا اسف اللي هو فيتامين سي اللي موجوده فيه زيه زي البرتقال واليوسف. معانا كمان شوفان النهارده، تشكيله من الشوفان، الفليفر الحلو من الشوكولاته والحبوب بتاعه الشوفان، وجبنه شوفان ناعم. هنعمل الكوكيز النهارده للاطفال الحلوين اللي ممكن وزنهم زياده ونفسهم ياكلوا حاجه حلوه بس بتكون بقدر الامكان دايت، لا هي بسبوسه ولا هي كنافه. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعه النهارده، والاكل النهارده صحي والوقايه خير من العلاج. يعني احنا لما نعمل كنترول على نفسنا وجوه بيتنا ومن جوه الثلاجه نشوف صحتنا فين، ده مهم جدا على فكره قبل ما ان احنا نقع في مشاكل زياده وزن وخلافه. هنطلع فاصل صغير او تروحوا بيت تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والوقايه خير من العلاج. ايه المشكله ان احنا يكون عندنا يوم في الاسبوع بنعمل كنترول على الاكلات بتاعتنا، على مشترياتنا، اذا بنروح للسوبر ماركت او بنروح لبتاع الخضار نشتري من عنده الحاجه بتاعتنا. احنا النهارده مشترياتنا لطيفه وبسيطه، صدور فراخ متقطعه شرايح، معانا بسله ومعانا جزر. هنبدا النهارده دلوقتي مع طبق رز جامد جدا فيه كل العناصر الغذائيه، اذا كان معادن، فوسفور، بوتاسيوم، فيتامين سي، كربوهيدرات، نشويات، اللي هو الرز بالبسله والجزر على طريقه الشيف المغازي. معانا بسله ومعانا جزر، حلو اهي زي الفل، وبصل وتوم وقليل من الشبت وروزماري، والرز المصري بتاعنا سيد الموقف. مقادير بسيطه وسهله، وطاسه على النار وقليل من زيت الزيتون، مفيش لا سمنه ولا زبده. الرز طالما ما استخدمنالوش لا سمنه ولا زبده الرز امن. اللي يقول لك الرز بيتخن، الرز بيزود وزنه خالص، بالعكس الجسم محتاج لكربوهيدرات ونشويات بتاعت الرز بتاعنا بالذات. العود الروزماري ده حلو كده اهو، في قلب شويه الزيت، في ليفر وطعم اهو زي الفل، بصلايه ناعمه حلو الكلام، فص توم محترم حلو كده، ونقلبهم مع بعض. شفت انا عملت ايه في الاول خالص؟ حطيت ايه يا عم الشيف؟ عود روزماري او زعتر والتومه الحلوه، ونقلبهم مع بعض. شويه الرز خلاص هنا كده تعرف عنوانهم كده. السر في العود الزعتر اللي انا حطيته في الزيت، خد الصدمه، اداني فليفر حلو، شامم دلوقتي لا بصل ولا توم خالص، مفيش ريحه للبصل ولا للتوم. وانا بحمر كده زي الفل، ما تستنيش على البصلايه لما تتحمر منك وتتحرق، خلي بالك هتغير لك طعم الرز. ننزل بالبسله والجزر، اللهم صل على النبي. القطع الحلوه والشيك دي المطبخ ده يعني بصوا مملكه كده، لما تخش المطبخ وانت مزاجك رايق تعملي اكل باقل تكلفه ممكن تعملي سفره زي الفل. يعني انا دايما مع يعني لما نقول مثلا عايزين نعمل اكل نقعد نكلف ونجيب، انا ضد الجو ده. يقول لك يعني انزل بقى على السوبر ماركت اشرف لي مثلا مبلغ وقدره، طب ايه الفرق بينه وبين اي حد ممكن يطبخ؟ الشطاره في انك انت تجيبي تكلفه قليله وتشوفي ايه اللي في الثلاجه عندك وايه الحاجات البسيطه وتبداي انك تعملي منها اكل ولطيف وجميل. بصلايه هنا اتدورت مع البسله والجزر مع التومه مع الروزماري مع الزعتر، الطعم. ننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات بتاعتنا بقى حبينها تكون ايه؟ الرز واخد سكه الكاري نحط كاري، الرز واخد سكه البهارات كمون وكزبره مفيش مشكله واحنا مع بعض. شويه كركم حلوين،
حته رز هيطلع معانا اصفر. التوابل على فكره بتنزل من الوزن، شويه كمون حلوين عشان الغازات بتاعت البسله اللي معاه مشاكل مع الغازات. حلو الملح والفلفل بتاعنا. عايز الرز ده سبايسي، حط في قلبيه شويه فلفل حار بالشكل ده كده. اه تبلت انا الجزرايه بتاعتي مع البسله. الله الله على الريحه الحلوه. اه اللهم صل على النبي. اه الرز المصري اتغسل مره اتنين تلاته. بعد ما يتغسل الرز المصري عشان ما يعجنش منك بتعملي ايه؟ بتصفيه الميه كويس وتسيبيه على جنب. جالك تليفون من جوزك قال لك خلاص مش هنتغدى، ما تعمليش غدا، الراجل مش عايز يتعبك في المطبخ، مش هتخسري حاجه، الرز زي ما هو كده بتشيليه في الثلاجه. ما خسرناش حاجه زي ما هو، تحطيه في الثلاجه يقعد معاك يومين ثلاثه. اه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الرز بيتكلم مصر في قلب الحله. نقلب دول مع بعض. الله. انا عارف انك بتحب الصوره الحلوه دي كده. اه اه. والله العظيم احلى من الرز اللي بالخروف. عايزه تجودي مفيش مشكله، هاتي لحمه مفرومه متعصجه عندك او في الثلاجه فيه، حط شويه لحمه مفرومه. بيت احسن مني. عندك فراخ مفرومه هاتيها وحطيها مع الرز بالبسله والجزر. بيتي احسن مني. عندك شويه جمبري لحم حلوين هاتيهم وحطهم مع البسله والجزر. قلبت على بايلا. اه نقلب كده زي الفل. تمام. هنا بقى الايه الخبره. عندنا بسله يعني فيها سوائل، عندنا جزر يعني فيه سوائل، عندنا الرز بتاعنا مغسول وبعد ما اتغسل مره واثنين وثلاثه احنا راكنينه على جنب. هنا كميه السائل قد ايه بقى؟ المدرسه الطهويه بتقول ايه؟ كوبايه الرز المغسوله مسبقا بتاخد كوبايه وهسه من الميه. حلوه. والرز لو قعد نص ساعه على نار هاديه بتاخد كوبايه بكوبايه. طب نعمل ايه يا عم الشيف؟ احنا معانا الميه بتغلي على النار ومعانا مخرج شاطر، وانا هنزل بالميه لغايه لما تقول لي ارفع ايدك. اه اه شوف ازاي. اه من غير عيار خالص. اه اه من غير عيار. اه يلا يلا هنزل بالميه كلها. هو ده هو ده هو ده. اه اه هو ده بس خلاص. اه خبره طويله انا هزاها كده هزاها. اه تبقى الميه بسوى الرز في حاله وجود سوائل زي البسله او الجزر والرز مغسول، هنا عيار الميه اهو كله بسوى واحد زي الفل. لا دي معلقه، تحط معلقه من دول كده. اه في حركه كده بس هي مش طبيعي، مش بتكون بتدايم يعني. اه المعلقه تثبت في قلب الرز بالشكل ده كده، ثبتت كده ووقفت كده يبقى العيار ايه زي الفل. طبعا لو سبناها كتير هتلاقيها لزقت في قلب الرز. الرز كده جاهز زي الفل. اه اغطيه واتقل على الرز لما يستوي. نخش على اللي بعده. معانا كوكيز او بسكويت الشوفان، الكوكز بالشوفان والسكر والقرفه. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طبيعي طالما هنشتغل في حلويات بنغير البلانشة، بنغير السكينة، بنغير المعلقة، بنغير كمان الجلافز بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، ده الطبيعي. تعالوا نشوف هنعمل الحلو ازاي ما احنا شغالين مع بعض. اه مقاديره على الشاشة. معانا شوفان حبوب كاملة غنية بالشوكولا، فيها فليفر حلو قوي، فيها كمان فواكه مجففة. معانا سكر بني، معانا شوفان مطحون، معانا من الدقيق معلقتين، معانا بيكنج باودر وشوية فانيليا وبياض بيض، معانا زبدة لطيفة جميلة خالية من الدسم. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا تاني. الحلو ده للاطفال الحلوين هدية مني. الاطفال اللي وزنهم زيادة، عندك الطفل ابنك وزنه زيادة عايز ياكل حلويات، مفيش اي مشكلة هنأكله حلويات. بسكويتة لطيفة جميلة مشهورة ببعض السوبر ماركات بفليفر مختلف، منها بالشوكولا، منها بالقرفة، منها بالبرتقال وهكذا. هناخد الشوفان بتاعنا ده كده، الحبوب الكاملة فيها فستق، فيها فواكه مجففة، فيها شوكولا بالشكل ده كده، معانا سكر بني، أو ممكن تحط سكر فواكه مفيش أي مشكلة بالشكل ده كده.
معانا شوية فانيليا، معانا شوية بيكنج باودر عشان تبقى البسكوتة هشة، معانا شوفان ناعم، زي الفل. معانا من الدقيق معلقتين صغيرين. حلو الكلام. ليه الدقيق يا شيف؟ عشان يدي قوام ويديني مادة الجيلاتين اللي بتساعد على ترابط البسكوتة بتاعتي. واحد اتنين بس خلاص. هي دي المقادير، سجليها عندك تاني عشان هنعمل بسكوتة حلوة دلوقتي. ومعانا صينية متونة زبدة وحاطين عليها ورقة زبدة. عشان برضو ايه، هنا مفيش زبدة خالص. مسكنا الصينية دي جبناها وحطينا عليها ورقة زبدة كده، وعشان ورقة الزبدة تمسك حطينا ايه، شوية زبدة وشوية سمنة بالشكل ده كده. وتعالوا نشتغل في الحلو ده كده بالراحة خالص مع بعض، وأعلمك ازاي تعملي حلو بسكوتة حلوة لطيفة وجميلة. ناخد الزبدة ونمسك كل ده مع بعض يا عم الشيف، نقلبه كويس قبل كل حاجة. تقليبة حلوة كده، عينيا. تاني المقادير تاني اللي احنا حطيناها مع بعض عشان السادة المشاهدين، الأمهات اللي عايزين يعملوا حلويات لأولادهم، أوطي الرز على بتاع، أوطي النار على الرز كده معلش. تاني كوبايتين من حبوب الشيفان الكاملة، في منها أنواع، حطينا عليها نص كوباية من الشوفان الناعم، حطينا معلقتين دي، شوية فانيليا بالشكل ده كده اهو، وزبدة خالية الدسم، ونقلب كل ده مع بعضه. إضافة الشيف المغازي هنا بياض اتنين بيضة في المقادير دي، هتدي شخصية للبسكوتة بتاعتي وتخليها متماسكة. فكرة عمل الغرايبة ببياض البيض اهو، ده بياض البيت هناخده بالراحة كده. مخرجنا عايز يطلع فاصل، معلش سريعا كده هاخد بياض البيت كده بحرفية. حلو، كمان واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرزة اهو. تمام زي الفل. الصفار ده ما ترموهوش، ممكن تستخدميه في طبق عجه، تعمليه في كيكه، ما فيش مشكله. سيبوني اقلب بقى المقادير دي كلها مع بعضيها، واذا احتجت لبعض السوائل ممكن استفيد بحليب قليل الدسامه موجود عندي وموجود في اي سوبر ماركت، او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل، بسكويت دايت لاولادنا، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الأخيرة لعمل بسكوتة لطيفة جميلة الأولاد هيحبوها من إيدك، ممكن تفاصيلها مش موجودة بره في أي سوبر ماركت، صدقيني بجد. على الأقل تشتري البسكوت من بره بتلاقي كده على غلاف العلبة مكوناته، صادق أم كاذب الله أعلم. حلو الكلام. يقول لك بقى بسكويت ونشا ومواد حافظة ومواد غير حافظة وحاجات كتيرة كده حملناش فيها، ولكن المغازي دايما يقول إيه، الحاجة لما بتعملها بإيدك إذا كان بسكوتة إذا كان سندوتش لأولادك، على الأقل بتعرفي إيه المكونات بتاعته والماتيريال، وخاصة لو بتعملي أكل صحي يوم في الأسبوع زي ما أنا شغال كده. البسكوتة دي مكوناتها تاني يا أستاذ المخرجنا الجميل، مقادير البسكوت اللي أنا بعمله، الكوكيكز بالشوفان للأطفال الحلوين اللي وزنهم زيادة، وأطفالنا الحلوين ده عايزين ياكلوا حاجة حلوة من إيد مامتهم، إيه المشكلة ليه تحرميهم؟ معانا شوفان حبوب كاملة، في منها بالشوكولاتة، في منها بالفواكه مجففة، زي ما انت عايزة تجيب السادة زي ما انت عايزة. معانا شوفان تاني مطحون، ومعانا معلقتين من الدقيق، بياض اتنين بيضة، لكل كوباية شوفان بتاخد بياض بيضة دون الصفار، ومعانا فانيليا، ومعانا سكر بني، وزبدة قليلة الدسامة، احتجت لبعض السوائل، معانا حليب برضو قليل الدسامة. بس ده الموضوع. اخبار الرز ايه؟ صلي على الحبيب، قلبك يطيب. شويه رز جامدين جدا. لا الرز ريحته تقول لك بقى انا بالخروف، رز بالمكسرات، رز باللحمه المفرومه، هو طلع نزل رز بالبسله. بس شوف المغازي مجود بقى فيه، ريحه الكركم فيه رهيبه، البصلية لما اتحمرت مع التومه، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه دي. هنا فيتامين سي، هنا بوتاسيوم للسيدات الحوامل والامهات، ربنا يديهم الصحه.
هنا زعتر، هنا روزماري، هنا رز كربوهيدرات ونشويات. أصبح الطبق ده فيه كل العناصر الغذائية اللي بتناسب أفراد الأسرة حسب أعمارهم. زي الفل. أنا هغطيه تاني وأسيب. لا استخدمت لا زبدة ولا سمنة. كل استخدامي هنا معلتين زيت زيتون فقط لا غير. أغطيه ولا أخليه زي ما هو كده؟ تعالوا مع بعض نكمل البسكويت بتاعنا. معلقة في الزيت كده وناخد كده الله، ونحط دي كده هنا. انا مش هفرتها، انا خليها زي ما هي. هي هتفرت نفسها لوحدها. لطيف. شيل دي من هنا. دي بتحط المعلقه في زيت يا مغازي علشان تسلك العجينه وتطلع كلها قد بعض زي بتاع الايس كريم كده لما بحط المعلقه في ميه دافيه عشان ما يعبيش زيادة في الكوباية. أنا لما بشتري آيس كريم بقول للراجل اللي بيعبي، بقول له العب عضلات، العب ضغط، يعني ادبس جامد وامسك لي المعلقة املاها على الآخر، ما تخليهاش مسقفة. شفت البسكوتة؟ زي الفل. دي فيها كل حاجة بقى، فيها بروتين هتلاقي، فيها الشوفان غني بالألياف الفعالة والغير فعالة المفيدة، ودايما يطلق على الشوفان مكنسه المعده. يعني ايه مكنسه المعده؟ يعني بيخلص الدهون من الكوليسترول اللي موجود فيه. زي الفل كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ عايزه تعملي اشكال هندسيه؟ انت مهندسه ومنك نتعلم. ايه المشكله؟ في قطاعات كده بشكل هندسي جيبيها من مصروف البيت. عايزك توفري من مصروف البيت كده كل شهر مبلغ صغير كده. يعني مثلا كلنا تاني يوم ملوخيه باميه وفرت يوم، اتعشينا بره النهارده وفرت يوم كده، اتعزمنا وفرنا يوم، وهتاخد المصاريف دي كلها تخليها على جنب وتشتري اكسسوارات مطبخ. تقوم الاكسسوارات دي بتعمل ايه يا عم الشيفي؟ بتساعدك وبتفتح شهيتك انك تخش المطبخ، مش شهيتك للاكل، تفتح نفسك يعني تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه جديده. زي المعلقه اللي في ايدي دي مثلا، مخليه الكوكيكز كله احجام واحده كده، كانها غريبه. اوسع كده. درجه حراره الفرن كام يا مغازي؟ 180. حلو قوي. فين مكانها في الفرن مع المخرج؟ هنظبط الفرن بتاعنا ده كده، ده الطبيعي. الشبكه دي تتحط هنا على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن، وناخدها زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. جربي، احنا نفس المكونات اللي شفناها على الشاشه بنفس الطريقه اللي انا عملتها دلوقتي، هتدخلها الفرن في درجه حراره 180، التايم بتاعنا من 20 ل 15 دقيقه. هنقفل الفرن بس خلاص، نخش على اللي بعده. نغرف الرز الاول، ايه رايك؟ الرز جاهز، يلا نطلع فاصل ولا نغرف رز؟ حاضر يا حبيبي. تعال نغرف شويه الرز الحلوين دول اللي انا فرحان بيهم دول. شويه رز، انا شخصيا بحب الطبق ده، وساعات بنعمله بالمشروم. وساعات ساعات نحط له لحمه مفرومه، وساعات ساعات نحط له ايه؟ دجاج مفروم. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ريحه الكركم مع الكاري مع التوابل، شفت حبات الرز سابقه البسله والجزر. اللهم صل على النبي. وتعشى وعملنا اكل دايت، لا حطينا لا سمنه ولا قشطه ولا زبده. بصراحه يعني هتقولي الرز ده بقى انا عامله رجيم وشكل، لا بالعكس، على مسؤوليتي انا، على مسؤوليتي. على فكرة مش عايزة رز، ممكن تستخدمي بداله برغل. احنا عارفين البرغل منتجات القمح الخشن، برغل بيطلع من القمح، برغل ناعم او خشن. برغل الناعم بنستخدمه في الكوبيبة، والبرغل الخشن بنستخدمه في الاطباق بتاعتنا. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ تمام كده زي الفل. نشيل ده كده، والصورة الحلوة بتكلفة قليلة جدا، ببساطة وسهولة ومرونة.
تتحدث عن نفسها. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوي فراخ ازاي بزيت الزيتون مع الاعشاب. والنهارده الاكل هيلسي دايت ريجيم، ودايما نقول لك الوقايه خير من العلاج، يوم في الاسبوع على الاقل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نعمل ازاي شويه فراخ صدور مشويين بالاعشاب مع زيت زيتون. كتير بنعملهم، ولكن بالتاكيد الشيف المغازي له تركايه حلوه بتخلي الفراخ ما فيهاش زفاره، ما تشميش ريحه الزفاره فيها، الفراخ مستويه تقطم معاكي فستق حلبي. معانا صدور فراخ، معانا روزماري وزعتر وحبق ومردقوش وبقدونس وتوم وزيت زيتون وملح وفلفل وبابريكا. بس خلاص، حلو الكلام. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. عينيا اهو زي الفل، المقادير على الشاشه، ومعانا جريلا شديده الحراره على النار. وانا دايما بيقدمه مع الفراخ المشويه او المشويات، يا اما بطاطس بوريه، يا اما ممكن نقدم خضار سوتيه، ولكن النهارده عايز اقدم شويه فلفله كده مشويين بزيت الزيتون. سلطه كده جايه من المطبخ المغربي التونسي الجزائري. ازاي نشوي الفلفله ونقدمها مع المشويات تبقى لطيفه وجميله. تعالوا نتبلها مع بعض سريعا. حلو قوي، ادي صدور الفراخ متقطعه وجاهزه. الراجل بيحبنا، بنجيب منه كل يوم، فهي والنهارده قال لك هتشويها مغازه، اقطعها شرايح كده اهي زي الفل. انت ممكن تقطعها بنفس التقطيعه دي، بتجيب الصدر وتحطيه تحت ايدك كده وتقطعيه شرايح كده، ده وارد. نعم ممكن، بيقول لي ممكن نعمل فراخ سليمه، يعني نجيب الفرخه نقطعها مثلا اربعه عادي ما فيش اي مشكله، بس نشيل الجلده اللي موجوده على الفراخ علشان الدهون اللي موجوده في الجلد ده احنا مش عايزينه، خلي بالك. دي الصدور، هل معايا عود روزماري، ريحان وزعتر وروزماري ومدلعها اخر دلع. هشيل دي من هنا واخد الروزماري ده كده. الجريلا هنا بتسخن، نصيحة مني، تشوي برجر، تشوي فراخ مشوية، تشوي سمك، تشوي جمبري، أي مشويات على النار لازم تكون الجريلا سخنة أو الطاسة شديدة الحرارة. ده روزماري، ناخده كده، شفت خدت الروزماري ازاي؟ ده لو نشف شوية بقى يتفرك بإيدك كده عامل زي النعناع، لطيف جدا. كل ما اشم ريحه ايدي الاقي ريحه الايه؟ الزعتر. ده اسمه زعتر بري، عند الفكهاني والله، عند بتاع الخضار، مش لاقي حد بينشف عنده. بيقول لي يا شيف مغازي انت الوحيد اللي على طول اول ما تيجي تسالني عنه. ناس تسال على مانجا فص، تسال على رمان، على توت، على بتاع ده اسمه برقوق، انما اسال على روزماري زعتر. الحاجات دي في المطبخ بتخليني ايه؟ ابدع. شلت العروق دي كده مش عايزها عشان ما تجيش تحت سناننا تبوظ لنا الدنيا. حلو الكلام. احط يا عم الشيف التوم، اهم حاجه الطاسه بتسخن. توم طازه، بلاش التوم البودر الله يرضى عليكي، انا مش بحبه في المشويات، ممكن في الفرايد. يعني التوم البودر بينزع الطعم، لا بينزع يعني بطعمه بيبقى قوي جدا بعد لانه فيه اضافات. يعني ده كركم. بيسألني المخرج ليه ما بتحبش التوم البودر؟ أنا ما قلت مش بحبه في المشويات، أما في الفرايد، في التوبنج بتاع الفرايد يبقى لطيف وجميل. تعملي فراخ كريسبي مثلا، جمبري وهكذا. التوابل دي الفراخ خدت شكل ازاي؟ أهو زي الفل. حلو، زيت الزيتون بقى زي الفل يا عم الشيف. نكسر من زيت الزيتون مفيش أي مشكلة منه. احنا كده كده هنحتاجه. نشرب بيه الفراخ. خلص الكلام. ونقلبها. لازم بقى هنا في الحاله دي الفراخ دي تقعد في الثلاجه مثلا ايه ساعه زمن، خلي بالك. ولكن في حاجه تانية، انت تشويها وبعد ما تشويها سيبها في الطاسه كده. حلو، تقوم تشرب من الصلصه دي. وانا شغال. تبلتيها قبل ما تروح الشغل الصبح مفيش مشكله، انت احسن مني كده. تبلتها من بالليل وحطيتها في التلاجة، والنية نية خير انك تعملي فراخ مشوية الصبح،
مع شويه مكرونه كده سباكيتي حلوين مع صوص بولونيز اتعشت وزي الفل. ده عادي خالص. عصره ليمون ومعلقه خل صغيره. هنا لا مكان للزفاره بيننا. قال تمام. وسنه خل. اصبحت الفراخ دي تاكل صوابعك وراحه. يلا بس الاستوديو بقى دلوقتي الله يكون في عون الاساتذه المصورين بصراحه حبايبي بيتحملوني. انت شيف وانت حر في الرئه بتاعتك والجهاز التنفسي. احنا ذنبنا ايه؟ شايفين الجو ده كده؟ هو ده. الله اللهم صل على النبي. هي دي لازم عشان تطلع بشكل حلو. فراخ مشويه بالاعشاب وزيت الزيتون. اللهم صل على النبي. الله على الريحه الحلوه. الله على الريحه الجميله. لا انا عايزها دي، خلي بالك. استغناش عنها. حط فيها شويه صوص كده حلو. دول مهمين جدا على فكره. دول هينزلوا دلوقتي على الطاسه. حلو. حاضر عينيا. ربنا يكرمك يا رب. بيقول لي الكوكيكز اللي في الفرن، البسكويت اللي في الفرن، الحلويات اللي في الفرن. عينيا بس بعد شويه. بعد لازم. حاضر عينيا حبيبي. يا مخرج غاوي مطبخ. يقول لك ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. ابن حلال جيت في وقتك. جيت في وقتك يا حبيبي. الله. عينيا. وسع للدنيا الحلوه دي كده. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هو ده. لا الحمار ده، ما هو كده الشوفان واخد لون الاحمرار، خلي بالك عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. وبعدين ده مدرسه الكحك، مدرسه الغريبه، مدرسه البرازق من المطبخ السوري. برازق يعني دي زبده سمسم او فستق حلبي. حلو الكلام. دي لازم تستنى عليها شويه ونهدى ونتقل عليها شويه قبل ما نغرفها. مهم جدا على فكره. هنغرفها دلوقتي مع بعض. ناخد الخلطه دي كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بعتذر للاساتذه المصورين. الله على الريحه الحلوه. العب. هو ده. شيل كل ده. اللهم صل على النبي. ونقلب من اول ما بدأنا. الله. حاضر يا غالي. عايز تشوف الحاجات الحلوه دي انت؟ انا عارف دلعك انا. شفت هو الريحه في الاستوديو؟ ها الله. ليه تشتري اكل من بره بقى؟ سندوتشات بقى، فاست فود والجو اللي احنا عارفينه ده. مخرجنا ليه؟ اهو صدر فرخه عمل لنا 20 سندوتش. تمام. فراخ جاهزه. هعمل تركايه كده. معانا وقت يا شباب؟ معانا وقت. زيت زيتون. اللهم صل على النبي. زيت زيتون بلانشه رايقه زي دي كده. شويه خضره حلوين منهم البصل. عايز اعمل شكل حلو. ما انا واقف فاضي ما ورايش حاجه. طالما معايا وقت. البصل ده كده مشوي. ادي الفلفل. التقطيعه دي مهمه. اوعي تعوري ايدك. اهم حاجه اهو تفرحي انك بتطبخي حلو وبتاع وتعلمتي بالشيف المغازي حاجه، والسكينه صباعك يجي تحت منها. السكينه ملهاش امان. حلو قوي. معايا بصل اخضر. يا ويلي عاشق للبصل الاخضر. شيف المغازي مع طبق الفول.
عملتش حاجه انا. برزنتيشن تحت المشوي زي ما هم كده، زي ما هم. لسه ما خلصتش، لسه. اصبر على رزقك تاكل حلاوه. اه ده الروزماري، اه ده الزعتر. بس خلاص زي ما هم كده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هتعمل ايه يا شيف؟ تركاية كده، حاجة صغيرة كده اهو. يا ويلي، هو ده، هو ده. وغطي الحلة دي يا عم الشيف شوية. الخضار معايا جاهز، شوية الملح التمام الصغيرين. ده يتقدم مع الفراخ المشوية زي الفل. شوية زعتر، شوية ملح، شوية فلفل. مش لازم خضار سوتيه، مش كل يوم خضار سوتيه. نغرف مع بعض الكوكيكز بتاعنا عشان الأطفال الحلوين اللي بيتابعونا دلوقتي. حلو، ماما تعمل لهم الحلو ده. اه الطبيعي بنغير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. حلو قوي. لا الفراخ مفيش مشكلة منها خالص، لا تقلق. عايز تشوف انت اللي ايه؟ افتح لك واحدة من جوه. عينيا. حاضر. اخبار الخضار ايه؟ يلا يلا، هو ده هو ده هو ده. يلا كده استوى الخضار بتاعي. برضو ما تعمليش الشغل ده على البوتاجاز. اه خبره السنين. خلاص الخضار كده استوى زي الفل. حلو، تعالوا. ايه الحاله دي؟ بتطلع من الصينيه لوحدها يا طيب؟ آه يا طيب، هي لوحدها من الفرن. اه اه عينيا. آه والله بس ارسوم وافتح لك واحده واجيبها لغايه عندك دلوقتي مع احلى كوبايه قهوه. اه اه ومن غير سكينه هنفتحها باذن الله، ما تقلقش. اه ألف أنا وشيفا اللي ياكل. أه وعملنا حلو يقعد عندنا يومين تلاتة أربعة، بس إذا بالحلاوة دي مش هيقعدوا يوم، مش هيكملوا اليوم. الله، نخلي هنا زي الفل يا عم الشيف. عايزني أفتح لك واحدة؟ عينيا. بسم الله. أه اختار واحدة دي، ماشي. أه عايز تشوف قلبها؟ اهو اهو. اه يا باشا، ايه ايه الحلاوه دي؟ اكل على الهوا تسمح لي؟ اه 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 مستويه. الله. اه اه وما خدش وقت كبير. اه اه حبيبي. اه زي الفل. الف انا وشفا للي ياكل منه. لا مش هحط سكر بودر، ما احنا اتفقنا الحلو ده رجيم. اه الخضار بتاعنا. الله، خضار. اه شايفين الشقاوه؟ شايفين شقاوه المطبخ؟ شايفين شقاوه المطبخ بتعمل ايه؟ شايفين واثق الخطوات يمشي مالك كان بيعمل ايه؟ ده شغل جامد. ده مش في المقرر، مش في المقرر خالص يا شفيق. اه شويه البهريز اللي نزلوا من الخضار. علوا الفراخ المشويه. ده خضار شويته وانا واقف دلوقتي مع حضراتكم. حلو، اخلي الطبق ده كده وناخد الفراخ المشويه بتاعتنا دي كده. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ عايز صوره حلوه؟ ايه الصوره الحلوه؟ تدور ليه؟ تجيب من بره. اهو اهو فراخ اراهنك. والله العظيم ملبن تحت سنانك يا باشا. فزدو حلبي تحت سنانك يا باشا. اطالك واحده برضو؟ اه حاضر. عايز مخرج بيحبوك قوي، عايز يوري فراسة المطبخ للسادة المشاهدين. اه برضو لما تكوني واقفة في المطبخ مش كل حاجة الشيف المغازل مثلا بيعملها، يعني بيبقى بقى خبرة مثلا، نقول شطارة مطبخ، نقول زي ما نقول، ولكن كوني حريصة من النار، خلي بالك. ناخد الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. اهو ودايما لما بنقول الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها مش من فراغ. بالبساطة والسهولة والمرونة نقدر نخش المطبخ نعمل اللي نفسنا فيه. الكلام ده بيرجع ان حبك للمطبخ بيخليكي مبدعة. اه ما
توصلي لمرحلة الإبداع. عايز كمان؟ مطبخنا على شاشة القناة الأولى النهاردة مطبخ صحي، والوقاية خير من العلاج، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء. أكلنا مهم جدا. شكرا من مزبيرو، دايما بنشوف الرؤية والفن والإبداع. شكرا.